بمناسبة الاحتفال بمرور عام على افتتاحه، أطلق سوق الجبيل فعاليات جمعة المرح والتي تستمر حتى 31 من يناير كانون الثاني المقبل في كل يوم جمعة من الساعة 7 حتى 11 صباحاً. طبعاً الفعالية هاي فكرتها نحن كملنا سنة، في ناس وايد عرفوا عن السوق خصوصاً يوم الجمعة يوم إجازة، العائلة كلها في إجازة، فإحنا نشجع العائلة كلها تطلع وتتسوق، مو بس الأب والأم، تكون الأطفال معاهم، وسوينا فعاليات حق الأطفال، تلوين، ورش عمل، سينما، فالياهل يجي ويستانس يحب يتري الجمعة عشان يجي سوق الجبيل، وطبعاً الأم والأبو تكون عندهم أكلات شعبية، يقدر يتريق ريوق خفيف، ما يفكر إنه يتريق ويطلع، لا يسوق الجبيل ويحصل ريوقه جاهز ويتسوق ويفكر شو يبغي حق الغداء. فهاي فكرة سوق الجبيل، فكرة منظومة لجذب العوائل، مو بس الأفراد، العوائل، وتشجيعهم على التسوق الممتع، تسوق وتحصل فيه كل الأشياء اللي العائلة محتاجتها. طبعا هاي احنا مرة ثانية المسج ان سوق الجبيل قاعدة ويعني مكان انطلاقة للعائلة، وتمتعون بالجو والموقع المميز في قلب الشارقة. فالحمد لله لو تلاحظين انتم في تفاعل كبير مع ان اول جمعة، وان شاء الله شهر واحد كامل تكون فيه الفعالية، ومن يدري يمكن تستمر الفعالية لطول السنة ان شاء الله. شهدت الفعالية إقبالا كبيرا من الجمهور والمتسوقين من جميع الفئات والجنسيات، رجالا ونساء وأطفالا، وبثت بهم أجواء من الفرح، وشعروا منذ اللحظة الأولى لدخولهم المكان بالأجواء التراثية الأصيلة لدولة الإمارات. نشوف سوق السمك في شيء من هالأجواء، فأنتوا سويتوا نقلة نوعية وايد، يعني من ناحية يعني أن حتى الصبح يعني ما نتوقع أن في حد يعني، ولكن ما شاء الله كنا وقت العصر والناس ما شاء الله في حركة خاصة يوم الجمعة، فتوقيتكم جدا كان ممتاز يعني، والأنشطة الموجودة والأشياء والحرفية المواطنين الإماراتية هنا وايد، أنا وايد انبهرت. أنا المرة الجاية أبغى أجيب العيال يعني يشوفون الشيء الحلو، هذا صراحة شيء ممتاز. سوق الجبيل دمج التسوق بأجواء من المرح والمتعة التي من شأنها تغيير الصورة النمطية للتسوق في أذهان الجميع وخاصة أطفالنا الصغار. سوق الجبيل على موعد معكم في كل يوم جمعة من الشهر الجاري، سارعوا بزيارته فهناك العديد من المفاجآت بانتظاركم. لبرنامج صباح الشارقة، شهد مهند، سوق الجبيل.